الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان فهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال رسولنا وسندنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم